حتى الا ما عندكش التجاعيد بامكانك انك تستعملي هاد الوصفه، عرفتي كي غترجع لك الوجه ديالك فن فن ومظنك كيحمق كيحمق. السلام عليكم حناناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. فيديو اليوم طلبتوه مني بزاف، خاص بالتجاعيد، البنات اللي عندهم المشكلة ديال التجاعيد حول العينين حول الفم. يعني هاد الوصفة راها ماشي كتليق غير البنات اللي عندهم التجاعيد المبكرة فقط، يعني دوك التجاعيد اللي ما كيحشموش اللي كيجيو بلا وقت. طبعا هاد الوصفة بالنسبة كذلك للنساء اللي يعني متقدمات في السن، مثلا السن ديالهم يعني كبير، فوق مثلا وصلتي كدا 50 عام، ولا طبعا كدا 50 راه ما كبيره، شي الحلاوه حلاوه الروح والشباب شباب القلب اكيد. فطبعا بعض البنات كيكتبوا لي في التعليقات، انا كنقول للبنات كلشي بنات، يعني المراه مهما كبرت واحد الطفله صغيره كتبقى لداخل ديالها، الحمد لله. فحافظوا على هذيك الطفله وغديوها مزيان، لان هذيك هي اللي كتبين لكم لا في اون غوز صراحه. فكيكتبوا لي بعض النساء انه واش انا سني فوق ال40 واش غتقضي معايا هذه الوصفه، وانا سني فوق ال50 واش غادي تقضي معايا هذه الوصفه. فغنعطيكم وصفه زوينه بزاف، وغتشوفوا عليها نتائج من الاستعمال الاول كما عودتكم دائما الحنانات ديالي. فمكوناتنا جد بسيطه، مكونات بسيطه ولا اسهل من هيك. فغادي نحتاجوا الى هذا، يسمى بالغسول طبيعي مسيق، هذا غسول مغربي، هو طبعا اللون ديالو اخضر. خاصني شي حاجه باش نوضعو لكم باش تشوفوه. المهم هو اصلا اللون ديالو اخضر، وكيكون على شكل قطع، شوفوا معايا كيكون بحال هكذا. غادي تجيبوه او انكم تاخذوا الصلصال، كيتباع عند العطار عندنا في المغرب اسمه الصلصال، هذاك غادي تقضيه انتيا في الماء وغادي تاخذي منه شويه بشويه الا ما قدرتيش انك تلقاي هذا النوع. هذا طبعا البنات اللي كاينين هنا بفرنسا فراه غادي تلقاوه عند البازارات اللي كيبيعوا المنتجات المغربيه، راه كيكون دائما واحد الجناح لهاد الحاجات اللي كيكونوا طبيعيه، كيكون فيهم هذا والغسول الابيض، داك الصابون الاسود ولا ما يسمى بالصابون البلدي. المهم فانا شنو درت، خديت هذا الغسول هذا وطحنته في المطحنه الكهربائيه. ما تخافوش راه ما غاديش يهرس لكم المطحنه، طبعا الا كانت شي نوعيه جيده. فخديته وطحنته حتى ولا بحال هكذا على شكل باودر. فالفائده ديالو انه فيه واحد الماده طبيعيه اللي كتحفز الخلايا على انتاج الكولاجين. الكولاجين هي هذيك الماده اللي خاصه بعض الناس اللي كتخلي لهم هذوك الفراغات، وكتبقى ديك البلاصه ديال التجاعيد محفره، فهمتوني؟ فهذا كيعطي شبابيه للبشره. وكذلك في اخر هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد المنتج البنات اللي ما صوبوش، واحد المنتج صراحه زوين بزاف، صوبته معكم ولكن غيرت معكم المكونات باش اللي ما توفرينش عندها ماشي مشكل، ما نحصروهاش غير في واحد النوع ديال المكونات. وغادي نحتاجوا لزريعه الكتان او ما يسمى ببزر الكتان. زريعه الكتان فيها واحد الهلام رائع جدا اللي كيجدد لنا خلايا البشره، وكيحيد التصبغات، وكذلك كيحيد البقع الداكنه. فهاد النقطه راه مشترك مع الغسول الاخضر او ما يسمى بالطين الاخضر. كذلك راه الناس اللي عندهم البقع عندهم الكلف، راه هاد الوصفه راه توب ديال توب، يعني ضرب عصفورين بحجره واحده. فالطريقه اللي غادي نعملها لهاد زريعه الكتان ما غاديش تحمصيها، غادي تاخدي مثلا ملعقه كبيره ملعقتين حسب الرغبه ديالك، داكشي باش غادي تصاوبي الوصفه. وغادي تاخديه يا الحبيبه ديالي وغادي تطحنيه، ها هي طحنتها في المطحنه الكهربائيه، فما تحتاجش انك تنخليها يعني مزيان، فقط غير هكذا يعني طحنيها مزيان فهذا يكفي. وغادي نحتاجو الى زيت الزيتون البكر اللي مكتوبه فيها فييرج بحال هكا، زيت الزيتون البكر غادي تلقاوه فيما مشيتو، موجود بكل الاسواق في المغرب، تلقاوه في مرجان، تلقاوه فيما مشيتو المهم راكم غادي تلقاوه. وطبعا كنت صاوبت معكم واحد السيروم، كنت صاوبت سيروم غتوليو تستعملوه يعني وغيبقى عندكم مده طويله، ولكن هاد الوصفه راها انيه، يعني غتستعملوها في البلاصه. وغنحتاجو كذلك الى ماء يكون ساخن، يعني ماء مغلي، ها هو الماء المغلي. طبعا غادي توضعوه في الميكرو اوند غادي يسخنوا لكم،
فالطريقه غادي ناخذ داكشي اللي غادي يكفيك حسب الجمجمه ديالك. زين الجمجمه دائما كنقول لكم الجمجمه، يعني واش عندك حنيكات ما عندكش، المهم شغلك هذاك انت شوفي حسب حنيكاتك. يا يعني كي غتاخدي ملعقه ملعقه، شفتي معايا خديت جوج ديال المعالق. وبغيت كذلك ننبهكم من واحد الحاجه، كنشوف شي فاهمات صراحه كينصحوا بها الناس، لا حول ولا قوه الا بالله، غنوريها لكم حتى هي. فيا ربي ما ننسى حيت كثير هادشي قلت لكم غنوريه لكم ياكو. وغادي نحتاج طيري طيري يا حمامه، وغادي نحتاج الى ملعقه من زيت الزيتون. الى ما عندكمش زيت الزيتون البكر ياكو، فعلاش كنقول البكر؟ لان هذه راه سهل ان البشره تمتصها دغيا دغيا، ما شاء الله غادي تمتصها لكم البشره ديالكم. ولكن الا استعملتوا الاخرى العاديه اللي كنعصروها حنا في المغرب مع الملح، هذيك راه صعيب ان البشره تمتصها، لهذا ضروري انكم توضعوها بحمام مائي لكي تتبخر يتبخر هذاك الملح، وراه ما كيتبخرش 100% باش نكون صريحه معكم. ولا بغيتوا البديل ديالها استعملوا زيت الصويا ولا زيت الحمص كذلك، غير كان انا بغيت زيت الزيتون لان كتوافق ليا البشره ديالي. ثم غنبدا نضيف الماء ساخن جدا شيئا فشيئا بحال هكا. هاد الوصفه هادي زوينه زوينه بزاف، بامكانكم تستعملوها بشكل يومي. عرفتي من الاستعمال الاول راه ما عرفتش غادي نقول لكم، راه الا ما جربتوهاش راه ما يمكنش ما يمكنش انكم تحكموا. جربوها يا البنات، جربوها 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 من الاستعمال الاول. وبعض البنات كيقول لي عافاك جربيها انت على وجهك، راني كنت كأي البنات كنبان في القناه وكنت اي حاجه اطلسها على وجهي، ولاسباب خاصه ما بقيتش كنبان، وان شاء الله غنعاود لكم على دوك الاسباب. وطبعا انا هذا الاختفاء راه ماشي نهائي، انا راه صايره بقيتش انا غنبان في اليوتيوب ما بقيتش، لا كان غير واحد الوقت، لان الانسان كيوصل لواحد المرحله كتعيا النفسيه ديالو وكيبغي انه يرتاح واحد شويه. ف بالنسبه لهاد الوصفه هادي البنات كيقول واش غتجربي، اكيد انا ما كنرميش الوصفات، وما كنبغيش نحلف قسما بالله راه غنطلصها على وجهي، ما كنبغيش نبقى نحلف هكا. حتى الا ما عندكش التجاعيد بامكانك انك تستعملي هاد الوصفه، عرفتي كي غترجع لك الوجه ديالك فن فن ومزنك كيحمق كيحمق. لهذا ما غاديش نجربها معكم اليوم على المانكان، لان هاد الوصفه هادي الا درتها لديك محنيكه ديال المانكانه ديالي حنيكتها كبار، فهذه كتبغي انها تكون بواحد الطبقه سميكه على الوجه. فمن بعد ما غتغسلي لي الوجه ديالك، كل وجه كنقي تغسليه بالصابون، صابونه القمر حبه ديال عندكم صابونه القمر، طبعا هي خاصه لقناتنا ابداعات نهى للنواعم، فقط كتبي صابونه القمر ابداعات نهى للنواعم راها غادي تبان لك. ثم غادي توضعي هاد الوصفه لمده 10 دقائق. الى عندك البشره حساسه، عندك بشرتك عاديه، استعمليها لمده 20 دقيقه. ثم خدي واحد الفوطه ساخنه اعصريها ومسحي بها الوجه ديالك، طبعا من الاسفل الى الاعلى باش ما ترهليش ليا العضلات ديال وجهيه ديالك ابدا ابدا. ثم غادي ترطبي الوجه ديالك يا اما بزيت اللوز الحلو يا اما بزيت الكوك، وبامكانك تغسلي كذلك بعد هاد الوصفه بصابونه القمر، رائعة رائعة جدا. دخلوا قراو التعليقات ديالها وشوفوا البنات ما شاء الله كتبوا فيها البنات أشعار ودعوا لي فيها دعوات الخير، الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل ربي، وكنفرح بزاف بدعواتكم والله يفرحكم ولا يخطيكم عليا، وكنقول لكم كلكم كلكم آمين ولا كنا بالمثل. فالآن غادي تشوفوا معايا البنات اللي ما بغاوش كل نهار يبقاو يستعملوا هاد الوصفه، المهم راه من الاستعمال الاول غتشوفي النتيجه واكيد غدعي لي. عرفتي باش غدعي لي؟ بغيتك تدعي لي بشي دعوه ديال الخير وتقولي من اعماق قلبك وفي ظهر الغيب يا ربي تكمل لنا هذاك الشيء اللي في خاطرها، واكيد غادي نشاركوا معكم، ما كايناش شي حاجه كتخبى. هذا هو السيروم الغزالات ديالي، شفتوه معايا راني صاوبته معكم، راه فن. هاد الزيت هادي كما كتشوفوا ها هي، انا ما غاديش نصفي غنخلي هاد الشيء حتى الاخير، عاد كناخذ هاد الشيء اللي باقي ليا هنا وكنوضعه للوجه ديالي بعد ما صافي كنسالي الزيت في انتظار انني نصاوب زيت اخر. وهذا عباره عن سيروم كما قلت لكم انافس به الماركات العالميه، وعارفه اش كنقول لكم، لان اي حاجه كنصاوبها راني كنستعملها على وجهي والحمد لله، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن راه النتائج جد 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 رائعه. وطبعا هذا راه غادي تلقاوه بالنوافذ الصغيره اخر هذا الفيديو، شفتوا البلاصه فين كيكون دوك الفيديوهات الصغار، هذا بوحدو اللي غادي نحط لكم ملي تكملوا هذا الفيديو، ضغطوا عليه الرق غادي تدخلوا ليه الرق، تقول واش كيدير هذا الصوت. ايوا واحد الحاجه اللي بغيت نقولها لكم، الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين، دوك الناس اللي كيبقاو كيقول لكم الفازلين طلصيه يا اختي على وجهك ديريه
لوجهك بشكل يومي وديريه للتجاعيد ودوك الجيوب اللي كيكونوا تحت العينين. ممكن انك تستعمليه مع مره في العام، جوج ديال المرات في العام ما يدير لك حتى حاجه، ولكن كل نهار ديريه لدوك التجاعيد اللي كيكونوا تحت العين راكي غادي تسببي واحد الجيوب، واحد الحاله يعني الوجه ديالك راكي غادي تخرجي عليه، لان الفازلين يكون نقي ما يكونش نقي، يكون اللي بغى يكون في الاخير كله من بقايا بتروليه، سواء كانت نظيفه نقيه مفلتره او غير مفلتره. لهذا عفاكم الفازلين ما يكونش شي حاجه كتستعملوها بشكل يومي خصوصا للوجه والثدي، يعني هاد الاماكن ما تستعملوش ليها فازلين بشكل يومي، استعمليه للرجيله، استعمليه لليديدات، للركبتين، اي مكان يكون خشن. كان هذا هو فيديو اليوم، وحبيت انني نقول لكم هذه المعلومه لاني كنبغيكم بزاف. الا عندكم رغزات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الى اناميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو شجعوني اكثر واكثر باش نعطيكم اكثر واكثر لاني كنبغيكم بزاف. ما تنساوش الغزالات ديالي بشي دعوه ديال الخير، وترحموا لي على الوالده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.